عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءه جديده وحصريه على القناه لمواليد برج السرطان. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. صلي لي بقى على الحبيب. هدي لي اعصابك جدا، هدي لي بقى اعصابك خالص، وركز كويس جدا في قراءتك، وباذن الله قراءتك كلها تنطبق عليك، ونشوف الرمل بيقول لك ايه بضربه الودع، وان شاء الله باذن الله اخبارك كلها تكون مبشره. بس الحاجه اللي عايزها تبان في قراءتك وتنطبق عليك يا ريت فكر فيها، ونشوف مع بعض ايه الاخبار. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. دايما اقول لكم ان انتوا في حيره، دايما اقول لكم انتوا في فتره انتظار، في فتره ارهاق. عندك بعض القرارات اللي هتكون صحيحه في حياتك علشان الورق هيتبدل عندك وهيبقى من نجاح لنجاح. واحب اطمنك وابشرك في باب طال انتظاره، والباب ده هيتفتح قدامك، او اقدر اقول لك ان حال فتحان الباب ده. عندك كمان كلام كتير من ورا ظهرك، في حد طالب منك فلوس او انت عليك فلوس وعايز تسدها، بتفكر في فلوس، انت حاليا بتفكر في فلوس، لا اما مستني فلوس تجيلك، لا اما في مواضيع فلوس، عايز تدفع حاجه، عليك ايجار، عليك ميه، عليك حاجه عايز تدفعها، في الايام اللي جايه هتدفعها. زمان ما كنتش شايل حمل الدنيا، لما كبرت وفتحت عينك شلت هموم الدنيا كلها، وده اللي كاسر نفسك ومخليك مخنوق ومتضايق، رغم ان انت مدي الحياة كل حاجة، رغم ان انت برضو بالك مشغول. عندك هنا طريقين، والطريقين دول هيكونوا خير قدامك، هيتفتحوا قدامك في الوقت المناسب، لسه البيبان ما تفتحتش بس هيتفتحوا قدامك في الوقت المناسب. وعندك كمان مساعدة، وهيبقى في قعدة صلح او قعدة بينك وما بين حد هتبقى فيها كلام تخصك، او هيبقى فيها كلام عليك، والامور هترجع تتظبط. في كمان ايام هتتحسن في حياتك، او ايام هتدخل حياتك وهتحاول الامور باذن الله تتظبط. بس انت الفترة دي من اكتر الفترات اللي انت بالك مشغول جدا، عمال تركض بينك وما بين القلب والعقل، في امور، في صراع، في حد كبير عندك في السن واقف بينك وما بين تحقيق همك، تحقيق حلمك، وعشان كده مسبب لك هم كبير. انت عندك الحاسة السادسة، الحاسة السادسة دي واقفة في حياتك بجزء كبير جدا، او شغلة بالك، عاملة لك امور منعكسة، عاملة لك كلام مضايقك، عاملة لك مواضيع عمالة تتفتح قدامك، ودي حاجة خانقاك جدا. دي من اكتر الفترات اللي انت حابب فيها العزلة، حابب ان انت تكون لوحدك، مش عايز تتكلم مع حد ولا حد يكلمك. عندك بعض الامور اللي مضايقاك، بعض الامور اللي مضايقاك، بس هيكون عندك نجاح كبير ان شاء الله باذن الله الايام اللي جايه. عندك هنا واحده ست، الواحده الست دي هي بيضه قصيره، مش طويله، مش تخينه برضو ولا رفيعه، بس هي جسمها عادي وبيضه وملامحها صغيره. الست دي بتحبك قوي، الست دي بتحبك قوي، وان شاء الله باذن الله هي مريضه، فياريت تخلي بالك منها وتقف جنبها وتخليك معاها علشان هي بتحبك وعايزه تبقى معاك. عندك هنا حروف، عندك هنا حروف، عندك حرف الام وحرف الالف وحرف السين وحرف العين وحرف الحاء، دول موجودين في حياتك. لو الحروف دي موجودة في حياتك يا ريت تقولولي. الأيام دي هيكون عندك أيام فيها نجاح، وعندك أيام فيها خير، وعايز أقولك إن حان وقت إن حلمك يتحقق، حان وقت إن أمورك تحصل على اللي أنت عايزه، أنت بس بالك مشغول، وزي ما قلتلك إن أنت عندك فترة انتظار، أنت منتظر، منتظر حاجات كتيرة جدا. في حاجتين من اللي انت منتظرهم باذن الله هيتحققوا قريب جدا وفي الايام اللي جايه، بس اهدى كده.
اهدى وهدي اعصابك وبلاش طاقات التفكير اللي انت عمال تفكر فيها زيادة عن اللزوم. انت محظوظ والحظ هيكون من جنبك الايام اللي جاية. عندك حب، لا اما انت بتحب حد لا اما في حد بيحبك، او حب متبادل. عندك حب هيبقى فيه امور ان شاء الله باذن الله هتتظبط. انت داخل في مشروع او داخل في حاجه عمال تبدا فيها، عمال تسعى علشان تنجح، وبالفعل هتنجح علشان نجمك الايام اللي جايه هيلمع، وهيبقى فيه نجاح حلو جدا. في فلوس هتجري في ايدك، ما تقلقش الفلوس. بص، الحاجه اللي انت عمال تشكي منها دلوقتي بعدين هيبقى فيها انفراجات حلوه. الحاجه اللي انت مخنوق منها دلوقتي او متضايق، الايام اللي جايه هترجع تتظبط، فما تقلقش من حاجه، بس انت هدي اعصابك. انت اللي تعبك نفسيا ان انت لحد الان عمال تكتشف، عمال تكتشف اشخاص وتطلعهم بره حياتك، تكتشف امور وتخرجهم بره حياتك، فما تقلقش خالص عشان هيكون في انفراجات حلوه باذن الله. في هنا ابراج ناريه في حياتك، ابراج ناريه موجودين في حياتك. الابراج دي موجوده في حياتك، برج الاسد، برج القوس، برج الحمل، دول موجودين في حياتك. عندك واحده ست من الابراج الناريه، حقوده، غيارة، بتحقد عليك، قلبها في حقد وغل، فخلي بالك من الأبراج النارية. بينك وما بين الشريك الأيام دي نفور، بينك وما بين الشريك بتحاولوا تهدوا الأمور، بتحاولوا تصلحوها، بس بينك وما بين الشريك في كلام، في حيرة، في مواضيع عندك مضايقاك أنت طبعا، وبتحاول تغير نفسك منها، بس أنت مخنوق. عايز اقولك ان انت بتحاول تطلع نفسك من علاقة كلها قيود، من علاقة مقيدة حركتك، من علاقة مخنقاك وضايقاك. في حد انت هنا بتفكر فيه او بتحاول تكسر الروتين بتاعك. لو انت في حد بتفكر فيه فهو كمان بيفكر فيك زي ما انت بتفكر فيه، ولو انت عايز تكسر الروتين بتاعك بالفعل هتكسره، علشان في فرحة هتخرجك من الهم وطاقة التفكير اللي في حياتك. في كمان الشخص اللي هو بيفكر فيك ده متردد جدا، ان هو عايز يخطي خطوة قدامك بس متردد، متردد جدا. في كمان هنا انسان انت بتحاول تطلعه من حياتك، وكل ما يطلع بيدخل تاني، كل ما يطلع بيدخل تاني. الانسان ده عايز يدمرك نفسيا، خلي بالك. انت عندك طاقة مراقبة، حد بيراقبك من بعيد، او في مراقبة بينك وما بين حد، الله اعلم. بس لو في حد بيراقبك من بعيد فانصحك ان انت تخلي بالك، ودايما اقولك انت خلي بالك علشان انت محتار. انت عندك دايما بيظهر لك طاقات حيرة، دايما بيظهر لك طاقات تردد، ومعنى الطاقات الحيرة والتردد ده ان انت عايش في امور خانقاك ومضايقاك ومخلياك متضايق. في كمان هنا حاجة انت هتكون فخور ان انت عملتها، يعني حاجة هتخليك مبسوط من نفسك، هتخليك تحب نفسك اكتر، ان انت هتقول الحمد لله انا صبرت وطال انتظاري، انا صبرت وعشت فترة من التعب، فترة من الارهاق، وحان وقت ان انا ارتاح. بالفعل انت عندك راحة من بعد التعب، بس مش عايزاك تكون بالك مشغول زيادة عن اللزوم، وهدي اعصابك. ولو بتفكر في المستقبل بالطريقة اللي ظهرالك دي فده بيدل ان انت كده ما ينفعش. المستقبل مفهوش حاجة تخوف، محدش يعلم الغيب الا الله، فياريت ما تخافش زيادة عن اللزوم. لأ، وزن الامور، هدي اعصابك، بص لنفسك، بص لحياتك، بص لدنيتك، هتلاقي الامور بدأت تتظبط معاك، هتلاقي الامور بدأت تتحسن، هتلاقي كمان العراقيل اللي موجودة في حياتك دي هتنتهي، وهتحصل على ايام حلوة، ايام طال انتظارها علشان انت تعبت في فترة، والفترة دي هيبقى فيها مناسبة حلوة انت هتتعرض لها، وهيبقى مناسب كلام، وهترجع الامور تتظبط.
بس لو في حد بيستغلك انصحك ان انت تهدي اعصابك، انصحك ان انت ما تديش كتير، وما تفضلش طول عمرك تدي فرص مع ناس ما يستاهلوش، تفضلش طول عمرك تدي وتحاول انت، عشان كده حاسس بألم بتشنقات بالمعدة، حاسس ان في كلام خانقك وعامل لك عقدة نفسية، وعشان كده بتجي لك خانقة من غير اي سبب، وبتفضل كل شوية تعيط، كل شوية بتفضل متضايق، حاسس بالخنقة وده اللي ظهرالك قوي، حاسس بالضيق، حاسس ان انت دايما مصدع او مش عارف توصل لحاجة. لا انت بس اهدى، والايام اللي جاية امورك كلها هتتظبط. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. في رجوع حد من الماضي، حد عايز يرجع لك من الماضي، حد عايز يكلمك من الماضي، حد مشتاق لك من الماضي، في حد من الماضي عندك عايز يكلمك، عشان كده عايزك تخلي بالك من ست كبيرة في السن عجوزة. الست الكبيرة دي بتحاول تحذر، حاول تحذر منها، حاول تخلي بالك منها. الست دي مش كويسة او مش لطيفة، الست دي بتحاول تأذيك، بتحاول تدبر لك مكيدة، تدبر لك حفرة، فخلي بالك منها. عندك كمان طاقة فراغ من بعد الضيق والخنقة اللي انت بتمر بيه، من بعد الامور اللي مضايقاك. في كمان هنا وقت، وقت هيكون مناسب جدا ان انت هتاخد فيه القرار الصح، والقرار الصح ده طال انتظار، انت مش في يوم وليلة بتاخد القرار، انت محتاج بس تفكر، محتاج تهدى، محتاج تحط النقط على الحروف، او محتاج تعمل خط بينك وما بين اشخاص حواليك بيحاولوا يستغلوك، وانا دايما اقول لك كده. عندك سحر بيتجدد او سحر اسود موجود في حياتك، وعشان كده حاسس ان في عايز تنفصل عن الشريك او هو عايز ينفصل عنك. في كلام خانقك، حاجة محيراك بسبب الشريك او بسبب الامور، مستني حمل الله اعلم، مستني امور تظبطها في حياتك، فالايام اللي جاية يكون عندك تحسنات حلوة وعلى جميع الاصعد، ما تقلقش خالص. انت الماضي بتاعك كان مؤلم، الماضي بتاعك كان فيه اكتر من قسرة قلب، وده اللي ظاهر لك قوي، بتفكر كتير، بالك مشغول، وبتحلم انت تحصل على الامان، انت تحصل على الراحة. ما تقلقش خالص، انت مشاعرك قوية جدا الايام دي، وعشان كده اطمنك وبشرك ان انت هتحصل على كل اللي انت عايزه الفترة اللي جاية. ليه؟ عشان عندك اخبار حلوة. بس لو في حد بيراقبك خلي بالك من نفسك، عشان الفرصة اللي هتجيلك هتكون مرة واحدة، والعلاقة السامة اللي انت هتطلع نفسك منها ده بيكون ربنا بيحبك، عشان بيستغلوك وبيحسسوك ان انت اقل منهم، رغم ان انت اللي وصلتهم للمرحلة دي. فلو انت حيران من امرك مفيش حل قدامك غير ان انت تهدي اعصابك وتشتغل على نفسك وتبص لحياتك بشكل مختلف. في اشارات كتيرة بتدل ان انت شخص روحاني، ان انت شخص حاسة السادسة عندك رهيبة، على شخص ان انت هيكون عندك اشارات حلوة في المستقبل، وهيكون عندك اخبار حلوة جدا هتطلعك من اي مشكلة سلبية. اللهم صلي وبارك. الوضع اللي انت فيه هيتظبط، الوضع اللي انت فيه هيتحسن، الوضع اللي انت فيه هترجع الامور فيه تبص عليه بشكل مختلف وهتحصل، وعشان كده عندك ارض هتتباع، عندك امور هتشتريها الله اعلم، بس عندك لو انت عايز تبيع وتشتري فالفترة دي مناسبة جدا. الفترة دي هيبقى فيها حصدا تاما للي انت عشته في حياتك. لو في ورق هيخلص، لو في ورق في المحاكم، ورق سفر، ورق امور هيخلص عشان يخصك، وفي فرحة طال انتظارها انت بإذن الله هتحصل عليها. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد.
عندك ألم في الجسم بيظهر لك من غير سبب، عندك ألم ضغوط قولون، ألم في المفاصل، طاقة تفكير، مش عايز تاكل، مش عايز تعمل أي حاجة، ده بسبب الكلام اللي عليك وبسبب السحر اللي بيتجدد لك. أيوة، بسبب السحر اللي بيجدد لك، عشان كده هيكون عندك أمور حلوة وأمور هتتظبط بإذن الله. في كمان هنا نتيجة، نتيجة حلوة انت هتحصل عليها من بعض التعب، من بعض المشاكل اللي انت عانيت بيها المدة اللي فاتت. انت جوه قلبك نار محدش قادر يطفيها، جوه قلبك هم كبير وحمل كبير شايله لوحدك، وده اللي ظاهر لك. ملامح وشك تعبان، ملامح وشك مش عجباك، ملامح وشك فيها حاجة غلط. ودايما اقول لك اهتم بنفسك علشان خاطر ما تشمتش حد فيك، اهتم بنفسك علشان لو في حد مش عايز لك الفرح فانت اكيد عايز الفرح لنفسك، مهما هم مش هيسيبوك في حاله، مش هيسيبوك في حاله، فانت ما تديهمش الفرصة ان هم يشمتوا فيك بدري بدري. في قضية او في امر او في حاجة حد فيها هيحكم بالعدالة، وهيبقى في فترة ترجوح حق ليك عشان انت تاخد حقك منك. فوقت ضعفك هيكون بداية لحياتك، وقت ضعفك هيكون بداية لقوتك، وقت ضعفك هيرجعك بإذن الله تعالى منصور، هيرجعك في قوة خارقة. هتعلن حربك، او هتعلن ان انت تعمل خط كده او تعمل حدود، البيبان اللي مقفولة هتتفتح قدامك. ليه؟ علشان طال انتظارك، او طال ان انت حلمك يتحقق، عمال تسعى، عمال تدي، عمال تعافر، عمال تجاهد، بتجيد على نفسك زيادة عن اللزوم. فحان وقت ان انت تبص لنفسك بشكل مختلف وتحصل على اللي انت عايزه في حياتك. بسم الله ما شاء الله. هتتخلص من كل الهموم اللي انت شايلها، هتتخلص من حالة اليأس، حالة الإحباط. الفترة دي انت دايما بتحاول تبدأ بدايات جديدة، بتحاول تطبطب على نفسك وتحاول تدخل نفسك في وضع سعادة، او بتحسس نفسك بالسعادة والهدوء. انت مش لاقي حد جنبك فبتحاول انت تكون جنب نفسك، بتحاول انت تدي نفسك الكافي اللي في حياتك، بتحاول انت تحب نفسك اكتر، بتحاول ان انت تبص لحياتك بشكل مختلف. رغم ان الظروف جاية العكس معاك، بس برضو انت مش فارق معاك، بتقول انا ليا رب كبير، وطول ما ليا رب انا مستحيل حاجة تكسرني، مستحيل حاجة تيجي علي او حاجة تحبطني. عايزة اقولك ان هنا في قرارين او في موضوعين او في حاجتين انت حيران فيهم، او في حاجتين مضايقينك، حاجتين خانقينك، الله اعلم، في كذا حاجة عندك هنا خانقاك، حاسس ان في حاجة مسكاك من رقبتك. لا بالعكس، انت من الفترات اللي جاية هيكون في حصد تام لحياتك، عشان امورك هترجع تتظبط باذن الله، او امورك هترجع تتحسن بفضل ربنا. في كمان هنا او اقدر اقول لك بداية جديدة مع عيلة جديدة، امور هتظبطها مع الاهل، مع الاحبة. انت حساس جدا، وعشان كده دايما حابب العزلة، حابب ان انت تكون منعزل عن ناس كتيرة جدا. في شخص من الماضي ظلمك، او في شخص من الماضي كسر بخاطرك اكتر من مرة، كان صديق عمرك كنت بتحبه جدا وظلمك ظلم كبير جدا. بعض الأقارب ليك مخلينك دايما حاسس بالصراع، دايما حاسس بالمشاكل. ومن أكتر الأيام اللي جاية اللي هيكون فيها عدالة في حياتك، عشان هيكون في حاجات كتيرة جدا متبادلة، أو أنت ناوي تبدل الترابيزة، ناوي تقلب الترابيزة عليهم، وعشان كده هيكون عندك انفراجات حلوة،
او قصص جميلة، انسجام، او هتبقى عندك مشاغل كتيرة جدا في حياتك انت ناوي عليها. بالنسبة للمنفصلين، المنفصلين ان شاء الله باذن الله هيكون في كلام هتتبدل وفي امور هتظبطها بدماغك اكتر، وهترجع او هتبدأ تاخد حقك من ناس كتيرة جدا ظلمتكم او ناس جات عليكم. عندكم اتصالات في حياتكم، كلام، صداقات، مشاريع ناجحه، امور هتتظبط باذن الله، وهيبقى كل حاجه زي ما انتم عايزين، بس هدوا اعصابكم شويه. بسم الله، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. الحماس اللي عندكم بيقتلكم، لو في حاجة كده بتحبوا تعرفوها وده حماس ودايما بيجي فوق دماغكم، فهدوا اعصابكم شوي، بلاش يعني ايه بقى، انتوا عندكم طاقة حماس رهيبة، تحبوا كده تهتموا بالاحداث جدا، بتهتموا كل كلمة تتقال قدامكم. عندك يوم هيكون مليء بالمفاجآت، هتلاقي فيه مفاجآت. لو عندكم حد في غربة، في الحد ده تعبان او حد مسجون، الله اعلم، حد مسجون او حد في غربة بعيد عنكم، الحد ده تعبان، محتاج الكلمة الكويسة، محتاج الطبطبة، محتاج دايما يحس ان انتوا جنبه، وان انتوا فعلا بتدعموه، ان انتوا فعلا واقفين جنبه او عايزينه في حياتكم، عشان الحد ده حاسس ان هو مخنوق ومتضايق، فياريت تقفوا جنبه، ياريت تحسسوه ان الدنيا لسه بخير، علشان خاطر هو مخنوق جدا وحاسس ان هو مفيش اي استكمال في حياته. في حد ناوي يعمل عملية عندكم، والعملية دي هتكون خير، بس يعني حاولوا ان انتوا توازنوا اموركم وتختاروا الوقت المناسب ان انتوا تعملوا اي حاجة في حياتكم علشان الندم. كان في هنا حبة حنين او حبة اشتياق، وانت قطعت الود اللي بينكم وما بين حد، او قلتوا خلاص احنا مش عايزين نودكم تاني، مش عايزين نتكلم معاكم تاني، قلتوا خلاص انتوا ظلمتونا، جيتوا علينا، كسرتوا خاطرنا، الله اعلم. الفترة اللي جاية هتكون فترتك انت، هتكون انت اللي لازم تثبت وجودك، انت اللي لازم تبص على نفسك وتشوف النجاح اللي في حياتك. اللهم صلي وبارك على سيدنا محمد في مواجهة، والمواجهة دي هتكون من صالحك او هتكون من نصيبك، هتحصد من وراها خير، وهيبقى فيه انتصار عظيم حلو جدا انت هتحصده، علشان انت تعب، بحرك فاضي بس الكوابيس اللي بتحلم بيها او الخنقة اللي بتصحيك من نومك دي، القرين بتاعك برضو عامل لك مشكلة او مضايقك وخانقك. انت يعني هتحاول ان انت تعمل حاجات كتيرة جدا في حياتك. عندك حد شكله مش حلو او ملامحه غريبة، حد ده موجود في حياتك، الحد ده بيحاول يأذيك، بيحاول ان هو يعني رغم ان انت بتقول انا عملت لكم ايه، انا ما ظلمتكمش ولا جيت عليكم ابدا، بس هم ناس حقوده، ناس مش وشها مش مبخر، وشها دايما حاسه بالكوابيس المزعجه. هدوا اعصابكم عشان الفتره اللي جايه هيكون فتره خير وفتره راحه، هيكون فتره فيها مليئه بالمفاجآت باذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام.